أولا مع الأسف أنه رئيس الحكومة اللي هو العثماني مع الأسف، وهو رجل ثاني في الدولة المغربية، وفي اجتماع داخلي لحزبه ينعت مناضلي الحزب الأسرى المعاصر على مستوى مجلس المدينة بالرباط بالدواعش. هذا دليل قاطع على أنه هذا السيد هذا عنده العقلية ديال داعش في دماغه، ولا بد أن نستحضر أنه حينما نستحضر قتلة عمر بن جلون، قتلة عمر بن جلون من حرض على قتله، ومن قتله، ومن موال قتله، ومن ما يعني من قام بمسيرة ليلية في الحي المحمدي فرحا وطربا لاغتيال عمر بن جلون. نحن نعرف انه رئيس الحكومة من اللي كان وزير الخارجية ونذكروا بها، من اللي مشى للكويت دار فضيحة، اجتمع مع الفرع المحلي للإخوان المسلمين في الكويت وخلق مشكلا ما بين الدولة المغربية والأشقاء في الكويت. السي العثماني تراك رجل دولة، تراك رئيس حكومة ديال المغاربة كاملين، ويا إما كن في المستوى ديال اللحظة التاريخية للمؤامرة مستمرة على هذا الوطن، وإنما قدم استقالة ديالك وسير بحالك، لأنه الكلام حول الدواعش في لقاء حزبي داخلي دليل قاطع على انه عنده عقليه ديال داعش. هو اللي عنده العقليه ديال داعش، وهو الذي يفكر بتفكير داعش. وانا اقول له ان المغرب هو الامل ديالنا الوحيد، نحافظوا عليه، واللي ما بغاش يعيش معنا في هذا المغرب واللي عنده شي عقليه اخرى يمشي بحاله علينا. نحن نؤمن بحقوق الانسان المتعارف عليه دوليا، وهو وحزبه جزء لا يتجزا من تنظيم العالمي للإخوان المسلمين. وحنا كنعرفوا ما وقع في الجزائر، وما وقع في تونس، وما وقع في مصر. هادو ناس مخربين ديال الدول. نحن نؤمن بالدولة الوطنية، وخصنا نحمي الدولة الوطنية.